وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين إني وجدت امرأة تملكهن وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها قرآن والے ویکھ پروانے آ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله يسجد لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم اللہ قرآن دے نور نہ ساڈے سینے منور فرما دے